بتصريحات لشريحة السجناء السياسيين خرج العشرات من السياسيين المعتقلين إبان نظام الاستبدادي السابق بتظاهرة احتجاجية على تصريحات عضو مجلس النواب أحمد الجبوري بعد الانتقاص من تضحياتهم والإساءة لهم بتمجيده جرائم النظام الإجرامي السابق. مزيد من التفاصيل مع الزميل حيدر المساوي. تظاهر العشرات من السجناء السياسيين المعتقلين في زمن النظام السابق وسط محافظة النجف الأشرف احتجاجا على تصريحات لأحد النواب اعتبروها مسيئة لهم، مهددين بالتظاهر أمام مبنى مجلس النواب في حال عدم اتخاذ إجراء بحق النائب المسيء. اجتمع السجناء السياسيين هذا اليوم للوقوف بهذه الوقفة التضامنية ضد تصريحات النائب أحمد الجبوري، التصريحات التي أساءت لشهداء العراق. شهداء العراق هذه المؤسسة مؤسسة شهداء تمثل 65 ألف من شهداء صدام، بينما تمثل 225 ألف من شهداء ضحايا الإرهاب و25 ألف شهيد من شهداء الحشد اللي حرروا مدينتك يا أحمد الجبوري. نستنكر مرة ومرة نستغرب، نستنكر التصريحات اللامسؤولة من النائب أحمد الجبوري حول ضحايا النظام البائد ومجازات الضحية بالإساءة ومجازات الجلاد بالإحسان. هذا الشعب المضحي، هذا الشعب الذي قدم فلذات أكباده للدفاع عن العراق وعن المقدسات، قدم ما قدم لنا من المضحين سواء كانوا شريحة السجناء الذين فقدوا أجمل أيام حياتهم وقدموا كل شيء من أجل أن يبقى العراق ويبقى الوجود. وتأتي التظاهرة بسبب تصريحات أحد نواب مجلس البرلمان العراقي الذي أساء لشريحة السجناء السياسيين، وتم تمجيد النظام الدكتاتوري وتبرئة البعث المجرم والانتقاص من تضحيات الشعب العراقي طوال السنوات الماضية. تعالت الأصوات النشاز في الآونة الأخيرة وذلك لاستهداف الشريحة الجهادية، الشريحة المضحية وهي شريحة السجناء السياسيين. هذا وين كان بالثمانينات وبالتسعينات؟ وبوقت الإرهاب وين كان هذا؟ هذا وين كان هذا؟ ابعدوا عن سجلاته. نطالب من هذه القناة الكريمة بغلق قناة دجلة. كلا لأن هذا النائب المأجور، نعتقد احنا هذا مأجور. فليعلم الجميع ولتعلم الشرفاء في الحكومة العراقية أن السجناء السياسيين هم قنبلة موقوتة في وجه البعض. ألا يكفيكم خجلا أن عوائل السجناء والسجناء السياسيون الذين وقفوا ضد داعش وقدموا الشهداء والجرحى في سبيل الدفاع عنكم وعن عوائلكم وعن مدنكم، ألا يكفيكم خجلا؟ ألا تستحون؟ مما يثير الدهشة أنه ما زال من يحاول إعادة أيقونة البعث الصدامي وعبادة الفرد على الرغم من المصائب التي جرت على العراقيين بسبب النتائج الوخيمة لسياسة الأنظمة الدكتاتورية. من النجف الأشرف، حيدر المساوي، قناة البينة، عراق.